سمة الحزن. وربما لاحظتم هذه السمة في القصيدة أيضا الأخيرة التي ألقاها الشعر. والحزن في الديوان أو عاطفة الحزن أو هذا الشعور نابع من المراقبة، بحث عن الماضي، أين ذهب هذا الماضي؟ يقول: هل هذه القرى التي أرى قراي؟ هل هذه قصورها ودورها؟ توهجت في مهجتي صدورها، والتمعت بسحرها عيناي، هل هذه قراي؟ أبحث عن بيوت أجدادي بها، أبحث عن وجوه أندادي وملعبي ومنتداي، ولا أرى سواي. أبحث عن وشم على جذوع نخلها، تفننت في نحت نمنماته يداي، فلا أرى النخلة في محلها، ولا أرى الصبية حول ظلها، ولا أرى الذين عاصروا هواي. الشاعر يبحث عن الماضي، أين ذهب هذا الماضي؟ أين هؤلاء الأصدقاء؟ أين هذه الذكريات؟ أبحث في انحناءة الطريق عن طفولتي وعن صباي، وعن خطى حبيبة الأولى على ترابها، ولا أرى سوى خطائي. أبحث عن سوارها النيلون، وعن وشاحها الشيبون، عن جلستنا بمدخل الرحاب، عن خطرتنا على ليونة التراب، عن سهام عينها التي تلألأت ثم استقرت في حشاي، فلا أرى السهم الذي أصابني، ولا أرى سوى دمائي. وانظروا إلى لغة الشاعر وبساطتها ووضوحها، وهي من السهل الممتنع، يعني هي ربما تبدو واضحة وسهلة، ولكن كما قلت تحتاج إلى قراءة عميقة. يوظف الشاعر كلمات كثيرة جدا، هي من المفردات العادية، وربما الأجيال الحديثة لا تعرف هذه المفردات. فالشيفون كلمة يعرفها كبار السن، شيفون زمان، معروف.